بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بفك الحج، وقد وقفنا عند الاشتراط في الحج، وقلنا إن الاشتراط عند الإمام الشافعي وأحمد للشاكي الذي يخاف ألا يصل إلى البيت وألا يتمم النسك، ويدخل فيه كل معذور يخاف من عدم إتمام النسك. ثم ذكرنا حكم التلبية، وقلنا إنها واجبة عند الإمام الشافعي الإمام مالك وأبي حنيفة، وتستمر التلبية من بعد النية إلى رمي جمرة العقل صبح يوم العيد، تنقطع التلبية، يعني ذكر الحاج يستمر معه باستمرار، يعني يوم 8 كله، ويوم 9 كله، وليلة التاسع ليلة العاشر يوم الليل ليلة العيد إلى رمي جمرة العقل. لكن عندنا في المالكية قالوا بعد زوال يوم عرفة تنقطع التلبية، لكن الراجح رأي الجمهور أن التلبية في الحج تستمر إلى رمي جمرة العقبة مع أول حصاة، أول ما يرمي أول حصاة تنقطع، يعني هو وهو ذاهب إلى رمي جمرة العقبة يلبي إلى أو أول إيه حصل بسم الله الله أكبر، يبقى انقطعت الإيه التلبية. ده حكم التلبية يستمر إلى رمي جمرات العقبة على مذهب الجمهور. نأتي بعد ذلك للتروية، لأن التروية برضه تعمل مشاكل هناك مع الحجاج، خاصة الحجاج المصريين بالذات. معظم يعني حجاج الداخلية والجمعيات والسياحة يذهبون بالحجاج إلى عرفة مباشرة، فما الحكم؟ أولا التروية هذه حكمها الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالحج صلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح قصرا في الرباعي، الظهر والعصر والعشاء، ثم بعد صلاة الصبح مشى صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى عرفة، ذهب إلى عرفة أرض عرفة. لكن الذي يذهب مباشرة يوم 8 مثلا بعد الحج، بعد النية، نية الحج والتلبية، يركب إلى عرفة، يبقى يذهب إلى عرفة يوم 8، هذا لا شيء عليه، ترك مستحبا أو سنة من سنن الحج، السنن الخفيفة، مندوب، الذهاب حكمه مندوب، الذهاب إلى منى حكمه مندوب. أن بعض الناس يتصورون أو يصورون الناس أن حجهم ناقص، لا. وقد ذكر الإمام الشوكاني أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذهبت إلى عرفة مباشرة، ذهبت إلى عرفة مباشرة ولم تذهب إلى منى، ولم تذهب إلى الذي روى عنها ذلك القاسم بن محمد الدابكي الصديق. قيل له هل أنكر عليها أحد؟ قال سبحان الله، أم المؤمنين، أم المؤمنين، يعني أنها الفقيهة، الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني هل ينكر عليها أحد؟ لأنها فقيهة، يعني هي تركت مستحبة.
إذا فالذي يذهب إلى عرفة مباشرة لا شيء عليه، لأن هذا أمر مندوب، وأنت على حسب التفويج، أنت مش حر نفسك، أنت تذهب وحدك طبعا، وخصوصا الذي يحج أول مرة لا يعرف شيئا. فبعض الناس يعني قال أنا أذهب إلى منى بالتروية، وبعدين ما عرفش بعد كده يوصل إلى عرفة، وكاد يضيع حجه، يضيع للحج عشان عمل مستحب، هيضيع الركن الأعظم، يعني ممكن لو دخل في شعب من شعاب الجبال وتاه ممكن يأذن فجر العيد وهو لسه إيه عم يدور على عرفة فين، يبقى عمل مستحب فضيع الحج، ضيع 100,000 جنيه دفعها. نعم. أنا رحت أنا بس عرفة ومش عارف المكان محدد فيه أنا بالظبط. وتهدي زي ما أنت مقول. حاوس أنا معاوز أحد أنا طيب. لا هو طبعا الذي يصل إلى عرفة أي مكان في عرفة يعني يحصل الركن. طب ما أنت مقول. لكن هو تاه. لا هو تاه بعيدا عن أرض عرفة. هو محدد هو كده. أنا مش عارف أنا ما أول مرة أروح ولا مش عارف. في محيط المفروض يبقى حدود محددة بيه. أولاً أرض عرفات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الكلام عن عرفات، يعني عرفات هذه محددة من الوحي، يعني نزل سيدنا جبريل وعرف سيدنا إبراهيم حدود عرفات. عرفات اسم للأرض، أرض عرفة، وعرفة اسم لليوم. عشان إيه الفرق بين عرفة وعرفات؟ فعرفات لصعيد عرفات، أرض عرفات، أما عرفة لليوم، اسم إيه؟ اليوم، الحج عرفة، أي يوم عرفة، يعني هو ركن الحج الأعظم، لكن عرفات اسم لإيه؟ للمكان. وعرفة اسم الزمان اللي هو اليوم التاسع وهو يوم الحج الأكبر على القوم، فهي محددة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة اللي هو فيه نمرة، اللي هو تلك المسجد من الأمام، تلك مسجد نمرة من الأمام في بطن عرنة، اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، يعني هذا ليس من عرفة، ولذلك مكتوب كده على الكمر نهاية عرفات، داخل المسجد لما تتوجه للقبلة الذي ربع المسجد الأول يعني خارج أرض عرفة، بمعنى أن لو واحد دخل من الباب ده مثلا وقعد في ربع المسجد الأمامي وبعد المغرب نزل منه من المكان اللي دخل منه ما دخلش عرفة ولم يقف، لأنه وقف في عرنة ولم يقف في عرفة. يعني دي أرض محددة من الإيه؟ من الوحي. المزدلفة محددة. منى محددة. الحرم نفسه محدد. عرفات محددة. دي اسمها أرض المناسك. أرض المناسك والشعائر. فلا بد من الالتزام بها. فإحنا بنقول واحد ذهب إلى منى وحده أول مرة، فبدل من أن يمشي مع الحجاج مثلا إلى عرفة، هو طبعا ذهب في طريق آخر عكس الناس، فتاه في الجبال ولم يعرف أين عرفة، حتى طلع عليه الفجر وهو لسه إيه بيبحث عن عرفة، يبقى فاته إيه؟ فاته الحج.
يبقى ده يرجع ينزل المزدلفة ويرمي الجمار ويبيت ويطوف ويسعى وعليه بدنة والإعادة في العالم القبري. يعني الذي فسد حجه بترك ركن من الأركان أو بجماع يتمم الفاسد وعليه بدنة بقرة أو جمل ويعيد في العالم القبري. هذا حكم من فاته إيه؟ من فاته عمره. نأتي لمسألة بيحصل فيها يعني مشاكل هناك وهي مسألة قصر الصلاة في عرفة. اللي بيروح عرفة يوم 8 أحيانا بيروح من الصبح أو العصر. يا جماعة يقولوا إيه؟ نصلي قصر زي إيه؟ منى. زي اللي هم راحوا التروية راحوا منى. جماعة يقول لا أنا نصلي تماما. فهنا طبعا لو قلنا يعني العلماء قالوا ان القصر هنا اما للنسك يعني من اجل الحج او القصر للسفر لانه بين مكه وعرفه حوالي 22 كيلو. فعند يعني الظاهريه وكثير من العلماء ان القصر يكون في السفر القصير. فهنا من صلى قصرا صلاته صحيحه. صلاته صحيحه. ومن صلى اربعا صلاته صحيحه. يعني هو لا يشبه منى. يعني الذي يذهب الى عرفه لا يشبه من ذهب الى منى. وانما هو جاء الى عرفات قبل يوم عرفه. اللي قلنا انه مسافر يقصر. وقلنا ليس مسافرا يبقى ايه؟ يتم. يبقى المفروض طبعا الجدال ما يكونش بجهل. او ده الجدال اللي منع في الحج. تجد الناس يجادلون من غير علم. يعني كل واحد بيفتي من عنده. يبقى لم يقرا شيئا في الفقه الاسلامي وتجد يقول ايه؟ لا الصلاه باطله. اللي هو ايه؟ يصلي قصر مثلا. والثاني اللي بيصلي تمام يقول لا المفروض تصلي زي اهل منى اللي راح منى. طب انت قرات حاجه؟ لا. طب انت قرات حاجه؟ لا. كل واحد يقول فهذا هو الجدال اللي قال عليه القران. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هو الجدال من غير علم من غير علم. انما لاجل الجدال وفقط. والانتصار على اخيه المسلم. لكن على اي حال من قصر فبها ونعمت ومن لم يقصر لا شيء عليه. هذا هو حكم المساله. بعد كده نصل الى يوم عرفه وهو ركن الحج الاعظم. طبعا هذا اليوم العظيم في مذهب الإمام أحمد بن حنبل هذا اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع فجر يوم العيد. وعند جمهور العلماء الأئمة الثلاثة من الزوال يعني من الظهر بعد صلاة الظهر إلى صبح يوم العيد. كل ده يعتبر إيه؟ يوم عرفة. يوم اليوم والليلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومعنى الحج عرفة يعني معظم أركان الحج. يعني الركن الأعظم. لأنه محدد وقت. يعني من فاته فاته الحج. الحج عرفة. من جاء ليلة جمع وجمع هي المزدلفة. لأنه يجتمع فيها الناس. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. هذا هو يعني زمن الوقوف. زمن الوقوف. الوقوف نهارا واجب عندنا في مذهب الإمام مالك. اللي هو من بعد الظهر لغاية المغرب. والركن الوقوف لحظة
اصلا بعد الغروب عشان يجمع بين النهار والليل. يعني احنا عندنا في المالكيه لو راح بعد المغرب يعني جاء من مكه على عرفه او جاء من منى على عرفه بعد المغرب يبقى عليه دم لانه فات النهار يجبر بالدم، لكن الركن ما يجبرش بالدم. لكن عند باقي الائمه اي لحظه من ليل او نهار ادرك الحج، يعني اللي يقف نهارا صح حج، وقف ليلا صح حج. لكن العلماء قالوا يجمع بين الليل والنهار حتى يكون حجه على جميع المذاهب صحيحا خروجا من الخلاف. ولذلك زمان كانت الحكومه يعني بتترك المطوفين يعني يتحكموا في الحجاج، فكانوا احيانا ينزلوا الحجاج عشان عارفين الحكم انه يجوز انه يقف نهارا ينزل، فكانوا بينزل الناس قبل المغرب تيسيرا عليهم. كان في ناس كثيره جدا بتنزل، فالحج على اي حال صحيح. لكن الان الحكومه السعوديه عشان تخرج من الخلاف ده فمنعت النزول قبل الغروب. بعد تحقق الغروب يعني بعد حوالي نصف ساعة من المغرب غروب الشمس تبدأ ايه؟ تنزل الناس. يعني الفوج الأول، الثاني، الثالث وهكذا. المهم في قضاء هذا اليوم، كيف نقضي هذا اليوم؟ إن شاء الله هنوزع عليكم برنامج كده. برنامج العمل في يوم عرفة. ليه؟ لأن في ناس كثيرة جدا من الحجاج مش عم يعرفوا يصرفوا اليوم ده ازاي. فيحتاجوا عادي للتساهل. اللي يجيب معاه طاولة، اللي يجيب ضمانة، اللي يجيب كوتشينة، اللي يجيب شيشة. سبحان الله، كل ده رأيناه. في أرض عرفة. سبحان الله، وكأنه في مصيف أو نزهة أو نادي كما تقول. قل لازم فهو مش بس المفروض يلبي لله ورايح يلبي ما هو المشكلة أنه هو رايح من غير فقه، يعني هو لم يحضر درسا مثل هذا، وإنما هو رايح يشتري اسما الحاج فلان وفقط. انما احنا راينا بعيننا هناك ناس بتقعد الطاوله طول النهار يوم طويل مش عارف اعمل ايه. خلص واللي ما بيلعبش الحاجات دي بيقع يعني فيما هو اشد الغيبه والنميمه. يحكي عما في البلد، فلان تزوج وفلان طلق وفلان اغتنى وفلان افتقر وفلان يعني يستاهل كذا وفلان لا يستاهل كذا وهكذا. يعني تجاره خاسره والعياذ بالله، ويرجع مأزورا غير مأجور. فالمفترض في هذا اليوم النبي عليه الصلاه والسلام يعني ظل هذا اليوم كله على ناقته القصوى. يعني نزل صلى الله عليه وسلم في منى فصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. وهكذا انتم في الخيام تأذن، واحد يأذن في الخيمه وتقيموا الصلاه، تصلوا الظهر ركعتين وتقيموا الصلاة تاني وتصلوا العصر ركعتين كما فعل صلى الله عليه وسلم. إن كان في حد من أهل العلم يعني يلقي مثلا كلمة في فضل هذا اليوم وكيف يقضى في العبادة والطاعة ويذكر ما سيحدث في المزدلفة وفي منى وفي رمي جمرة العقبة ويتكلم عن الطواف
الإفاضة والسعي، يعني باقي مناسك الايه؟ الحج. لو كان في حد من أهل العلم يفعل ذلك. ثم بعد ذلك ظل صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، دخل عرفة، لأنه يعني صلى في نمرة، النمرة دي هي في بطن عرنة. يعني جزء من عرنة اسمه نمرة، اللي هو عملوا فيه الخيمة، إلى الآن محدد في المسجد مكان الخيمة التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم قدر هذا المربع، يعني حوالي 5 متر في 5 متر، قدر هذا المربع المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا. ثم ركب ناقته وذهب إلى جبل الرحم، لكن لم يصعد الجبل كما يظن بعض الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف أسفل الجبل. كان في صخرات عظيمة هناك، صخرات كبيرة جدا، ووقف عندها صلى الله عليه وسلم. بس من سنتين ثلاثة شالوا الصخرات دي، المفروض تكون موجودة، لكن شالوا. فالمهم أسفل جبل الرحم، واستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة، وأخذ يخطب في الناس. حتى كانت الشمس على أطراف السعف وهو يخطب صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة، لأنه كان معاه 130,000 حاج. النبي عليه الصلاة والسلام 130,000 حاج، ظل واقفا على ناقته راكبا عليها ويخطب صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس. فأنت ما بين التهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد على كل شيء قدير. وفي لفظ مطلق خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الإنسان يقول هذه 100 مرة، 200 مرة، 1000 مرة. ليه؟ لأن كل مئة من هذا الذكر ثوابها كأنما أعتق 10 قرن من ولد إسماعيل. كأنما أعتق 10 قرن من ولد سيدنا إسماعيل. كل 100، تصور هذا الجزاء العظيم والثواب الكبير. المفروض الإنسان يعني يلبي ويقول هذا الايه؟ هذا شوية كده شوية كده، ينور حتى لا يسأل. والتلبية طبعا لها ثواب عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من شجر أو حجر أو مدر أو رب أو يابس، حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا. ما من ملب يلبي إلا غابت الشمس بذنوبه، ما من ملب يلبي إلا بشر. قيل بالجنة يا رسول الله؟ قال نعم، أي يبشر بالجنة. ده ثواب الإيه؟ ثواب التلبية، يلبي دائما، شوية يلبي وشوية يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويدعو الله تعالى، لأن طبعا يعني أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الإنسان بعد ما يذكر يدعو الله تعالى لنفسه ولأهله ولأولاده ولمن حمله الدعاء ولإصلاح أحوال المسلمين جميعا، كشف الأمة عن الأمة وإصلاح ولاة أمور المسلمين، دعاء العالم. واللي ما يعرفش يدعو يقول اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم إن شاء الله البرنامج هيكون معاكم وتنفذونه إن شاء الله، يعني يستوعب معنا اليوم كله.
إن شاء الله، وتقرأ فيه قل هو الله أحد 1000 مرة، 1000 مرة إن شاء الله، ونسأل الله لنا لكم القبول إن شاء الله. بعد غروب شمس هذا اليوم العظيم، طبعا النزول إلى المزدلفة وهو واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. النزول بالمزدلفة، ابن عباس يقول النزول بالمزدلفة. أما المبيت فواجب عند الإمام أحمد، سنة عند الإمام الشافعي، مندوب عند الإمام أحمد، مندوب عند المالكية والإمام أبي حنيفة، مندوب، لأن الوقوف أو النزول بالمزدلفة عند المالكية يتحقق بمقدار حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمعا جمع تأخير يعني، وقصرا في العشاء، لأنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة قال له سيدنا أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله، الصلاة يعني يذكره بصلاة المغرب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر صلاة عن أول وقتها، قال له الصلاة أمامك، الصلاة أي تصلي الصلاة أمامك يعني في المزدلفة. فنزل صلى الله عليه وسلم المزدلفة وأذن لصلاة المغرب، نزل هناك صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل خلي بالك ده اللي تعمل، لأن الناس يعملون عكس ذلك، الناس أول ما ينزل المزدلفة ينزل على الحصى يبدأ يدور في الحصى، يا أخوانا أقيموا الشعائر الأول، الصلاة عمود الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر المؤذن أن يؤذن للمغرب صلى المغرب، ثم أقام الصلاة للعشاء، أذان واحد وإقامتان كما في الظهر والعصر، هناك جمع تقديم، انظر إلى التفرق عشان يفرغ نفسه للوقوف والدعاء داخل يوم إلى قرب ثلث الليل، يعني أخر المغرب كمان إلى مقدار ثلث الليل على ما نزل إيه في المزدلفة، كل ده علشان الانشغال بالدعاء والذكر. فصلى المغرب ثم صلى العشاء قصرا، واستراح صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، حتى هذه الصلاة يعني الليلة الوحيدة التي ترك فيها صلاة التهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليلة اللي هي ليلة العيد في حجة الوداع، حين نزل المزدلفة استراح صلى الله عليه وسلم. شوف كان على الناقة من الزوال من بعد صلاة الظهر العصر إلى أن وصل إلى المزدلفة، طبعا مسافة طويلة، فاستراح صلى الله عليه وسلم علشان يعلم الأمة طبعا الرفق والدناء في التعبد. ثم طلب إيه؟ لقط الحصى، التقط إيه؟ الحصى، أخذ 7 حصيات لرمي جمرة العقبة، وباقي الحصيات أخذها صلى الله عليه وسلم من منى، لكن إحنا الآن منى كلها مسفلة ما فيهاش حصى، علشان تحاول تأخذ الحصى منين؟ من المزدلفة بالمرة، وتأخذ معاك 70 حصى فأكثر، علشان إن سقط منك شيء أو واحد محتاج يبقى تأخذ معاك كيس والحصى معاك. الحصى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعني علم الناس عدم الغلو، قال حصى مثل حصى الخسف،
يعني لما واحد يجمع على واحد حصوية هي دي بس فوق الحمصة ودون النواة أو دون البندقة، يعني هي زي الفول هي بالضبط زي كده، يعني لا أكبر ولا دي كبيرة، دي زي البندقة دي اللي جاية. العلماء قالوا فوق الحمصة ودون البندقة أو دون النواة، يعني كله زي كده دي زي الفولة دي ودي كذلك، كل ده ايه؟ مثل الفولة. قال وإياكم والغلو، مثل هذا وإياكم والغلو، لأن بعض الناس مثلا ياخذ حجارة ونفكر نفسه هو بيضرب إبليس، لا أنت في حرب. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. فأنت تقصد برمي الجمار الذكر، إقامة ذكر المولى تبارك وتعالى. إنما جعل بالقصد، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولاحظ القرآن قال إيه؟ واذكروا الله، قال ارموا الجمار، ارموا حجارة، لا، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. كل مناسك الحج مقصود منها الذكر فيها وبعدها. شوف أفضل ما قلت أنا النبي من قبل لا إله إلا الله، بعد كان أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، مع أنه التهليل ده ليس دعاء، أمال ده إيه؟ ده ذكر، ذكر والذكر تعرض للمسألة، زي ما قال أمية بن أبي الصلت بيمدح عبد الله بن جدعان، قال ايه؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حيرة؟ إن شيبتك الحيرة. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حيرة؟ وفي لفظ حبارة يعني الكرم، أم قد كفاني حيرة؟ إن شيمتك الحيرة. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السماء. ده واحد سأل سفيان بن عيينة يقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طب هذا ثناء وليس دعاء. قال قال لأن الثناء على الله أفضل عنده من الدعاء. الله تعالى يحب الثناء عليه سبحانه وتعالى. فقال قال هذا كقول أمية، وهو يعني أمية بن أبي الصلت ده كافر، يعني كافر يمدح كافرا. طبعا عبد الله بن جدعان كان كريما جدا، لكن لم ينفعه كرمه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقال هذا عبد يمدح عبدا، فما بالك بالكريم الذي لا تتخطاه الآمال. فهنا من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني أنت لو أخذت في هذا الذكر طول اليوم ربنا يعطيك ما تشاء وفوق ما تريد. هذه معنى ايه الكلام. فهنا ما تقصدش انك انت بترجم ابليس، لا، اقصد امتثال الامر والذكر والمكان الذي رمى فيه سيدنا ابراهيم ابو الانبياء ورمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما امر سيدنا ابراهيم بذبح ولده في الرؤيا ورؤيا
البيع وحده. جاء النفس فجاء عند الايه؟ الجمره الكبرى من جهه مكه، وجاء ابليس واخذ يقول له كيف تسبح ولدك لرؤيا رايتها، فرجمه بسبع حصيات فساخت قدماه في الارض، ثم مشى الى ان وصل الى الجمره الوسطى حوالي 170 متر، فوسوس اليه مره اخرى فرماه بسبع حصيات فساق في الارض، ثم مشى 150 متر الى الجمره الصغرى جهه منها، فوسوس اليه فرماه بسبع حصيات فساقت قدمه في الارض نزل. ابن عباس روى الحديث كما رواه الحاكم وغيره، قال الشيطان ترجم وملة ابيكم ابراهيم تتبعه، يعني انتم يعني تنتسلون امر الله في ذلك، و يعني تنتصرون على الشيطان بذكر الله عز وجل. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، فذكر الله مطردة للشيطان. ده أبي يعني الحكمة من رمي الجمار. يعني أصلا عند سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقيل إنه وسوس لسيدنا إبراهيم عند الجمرة الكبرى في رواية ثانية، ووسوس إلى أمه عند الجمرة الوسطى، ووسوس إلى سيدنا إسماعيل عند الجمرة الصغرى. في روايتين يعني في الايه؟ في الحديث او القصه. المهم في نقطه مهمه وهو النزول بالمزدلفه قبل ان نذهب الى رمي الجمار. فتلتقط الجمار كلها من مزدلفه عشان ما تبحث عن جمار في اي مكان ثاني. والله تعالى قال: فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام ده جبل في المزدلفه، الان نبني هناك مسجد اسمه مسجد المشعر الحرام. وسمي المشعر الحرام ليه؟ لان الحجاج يعني من العهود القديمه كانوا يشعرون فيه الهدي، يعني يعلمون فيه الهدي. يعني يضرب بعيد في السماء او في اي جنب، الكتف الايمن او الكتف الايسر، يسيح دم علشان يعرف ان ده ايه؟ هدي، ما حدش يتعرض. فكانوا يعلمون فيه الهدي، يشعرون. فالاشعار الهدي معناها جرح الهدي جرحا طوليا يسيل الدم فيعرف انه ايه؟ انه هدي. هذا سمي المشعر الحرام بذلك. يقال المشعر الحرام ويقال قزح ويقال جمع، كل ده اسم للموضع الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وسمي الحرام لأنه من الحرم. فالحرم نهاية المزدلفة. بعد كده يبدأ الحل. وبين المزدلفة وعرفة، وعرفات 11 كيلو. ده كله ده حلم. ولذلك نهاية المزدلفة يعني لها نهاية ولها بداية. بدايتها من عند منى ونهايتها إلى ما قبل عرفات بإيه؟ بـ 11 كيلو. وفيها وادي اسمه وادي محسر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع فيه. ليه؟ لأنه أحسر فيه الفيل. لما كانوا إبراهيم جاي يهدم البيت، ففي المكان ده الفيل يعني سقط ولم يستطع التوجه إلى الكعبة، كلما وجهوه إلى الكعبة لا يتوجه يسقط، وإذا ساقوه إلى جهة العكس مشى.
قال وادي محسر، ويقال له وادي النار والعياذ بالله، وادي النار، لأن يعني بعض الناس في الجاهلية صاد فيه صيدا وهو محرم فنزلت نار من السماء فأحرقته، فسمي وادي وادي النار. فهنا طبعا في المزدلفة يكون الدعاء يذكر الله عند المشعر الحرام، الإنسان يكسر من الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده من أجمع الدعاء، من أجمع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكسر في هذا المكان من هذا الدعاء، وبخير الدنيا والآخرة كذلك. عندنا في المالكية قلنا إيه؟ مقدار حرق الرحال يعني الشنط وصلاة المغرب والعشاء والتقاط الحصى يعني حوالي ثلث ساعة ويذهب، تحقق هنا الواجب، تحقق الواجب. وعند الإمام الشافعي إلى منتصف الليل بعد مغيب القمر يجوز النزول عند الإمام الشافعي، وعند الإمام أحمد يبين لغاية الفجر، وعند الإمام أبي حنيفة قال يقف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر. انظر اختلاف الأئمة، الآن الحجاج يعني ينزلون المزدلفة على المذاهب الأربعة، الرد الأول والرد الثاني والرد الثالث والرد الرابع، كله على المذاهب الأربعة. بعض الناس ينزل ثلث ساعة أو نصف ساعة ويمشي كمذهب الإمام مالك، بعضهم ينقص إلى نصف الليل ما ينزلش إلا بعد نصف الليل، هذا مذهب الإمام الشافعي، بعضهم يبيت حتى الأمن نفسه بيبيت غصب عنه، بيمشي جماعة ويخلي جماعة يبيت غصب عنه، كله ده علشان يخفف الازدحام، لأنه أربعة مليون بتتحرك فلازم إيه يعمل كده. بعض الناس بتبقى في عرفة إلى طلوع الفجر ما ينزلش إلا بعد الفجر على رأي الإمام أبي حنيفة ويقف في المزدلفة، سبحان الله. وزي ما قال سيدنا الشيخ عبد ربه يعني الفقهاء الأربعة أو المذاهب الأربعة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام تحقق ايه هنا سبحان الله. اذن فلا تسمعوا للفتاوى التي تقول اللي ما يبيتش في المزدلفه يبقى حاله باطل، لا، ما فيش حاجه اسمها النبي، في حاجه اسمها النزول بالمزدلفه. فالامام مالك قال يتحقق النزول بمقدار حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء والتقاط الحصى. الإمام الشافعي قال يتحقق بمنتصف الليل. الإمام أحمد قال يتحقق بالمبيت. الإمام أبو حنيفة قال يتحقق بالنزول بعد الفجر. النزول. لكن دكتور الجاهل قال لا المبيت. إيه؟ وأنت أفقه من النوم؟ أفقه من الأئمة دي؟ أنت لا شيء بجوارهم وأنت لا تفهم شيء أصلا يعني. لأن القرآن قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال بيته؟ لا. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بات في المزدلفة، نعم، لكن أذن للعباس رضي الله عنه عمي لأجل السقاية بعد منتصف الليل، قال روح انت وأذن لرعاة الإبل أن يبيتوا في منى، يعني يذهبوا إلى منى بعد منتصف الليل، وأذن للنساء لضعفة النساء والصبيان أن ينزلوا بعد منتصف الليل، يبقى
لو كان المبيت واجب ما كانش أذن لحد، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت إيه؟